أصبحنا أصبح الملك لله ولا إله إلا الله سيدنا نبينا محمد رسول الله. إحنا في سوق أبو حمص يوم الثلاثاء ومعاكم قناة المواش اليوم يوم 6/2/2024 وتعالوا نشوفوا العجميات البقر اللي تحت العشر مع المعلم صبحي بتاع القصر المصري أبو حمص. صباح الخير يا عم صبحي. صباحك أبد إن شاء الله. كل سنة طيب يا عم صبحي. طيب بالصحة والسلامة. الله يقويك ويعينك. الرئيس بتاعنا طيب. هو طيب يا رب. أيوه. بسم الله ما شاء الله تحت العشر دول يا عم صبحي. اللهم صل عليك يا ثلاث عجميات تحت العشر يا جماعه امه بسم الله ما شاء الله. الله اكبر. اللهم صل عليه كنف. لا صار عامل ايه يا عم صبحي النهارده؟ والله زي الفل. اللهم صل عليه كنف. بسم الله ما شاء الله. الاولانيه دي عامله ايه يا عم صبحي؟ 41 يا استاذ. 41 تحت العشر يا جماعه بسم الله ما شاء الله اول واحده. اللهم صل عليه كنف. بسم الله ما شاء الله. 72 يا استاذ. الاثنين ب 72 على بعض. اللهم صل عليه كنف. والله 72 يا جماعه على بعض. الله اكبر. الله اكبر. ربنا يبارك للمال واصحاب المال. صباح الفل يا غالي. صباحك ابيض. الله يبارك لك. بسم الله ما شاء الله. صباح الفل يا رجاله. نهاركم ابيض ان شاء الله. الله يقويكم ويعينكم ويصلح حالكم. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل عليك يا 72 دول يا عم صبحي. ايوه يا حاج. 72 ودي ب 41 يا حاج. 41 بسم الله ما شاء الله. اللهم صل عليك يا معكم حاجه ثانيه حاج صبحي؟ لا والله. الله يصلح حالكم. صباحك حسن. الرقم مع مين؟ مع الحاج احمد بس. الله اكبر. اقول استاذ حافظ كام الرقم يا صاحبي؟ 010 010 95 95 1 61 71 71 85 ابن حاج احمد الزنط. ايوه اجدع راجل حاج احمد. الله يقويكم ويعينكم ويصلح حالكم وحال الجميع يا رب. اللهم امين. الله اكبر. بسم الله ما شاء الله. الله اكبر. حاج احمد الزنط الله يبارك له ويصلح حاله. صباحك عسل. الله اكبر. ايه الحلاوه دي؟ بسم الله ما شاء الله. المال بياكل او صباح الفل يا معلم. مفيش حاجه بعد كده خالص. صباحك ابيض ان شاء الله. طيب يا حاج. عرفنا باسمك ومكانك. فارس احمد سمعين عيسى من شبرخيت. المعلم فارس احمد سمعين عيسى شبرخيت وتجار شبرخيت. فاهم الصنف السبت تحت العشر ولا لسه قدامها شويه؟ لا تحت العشر ان شاء الله. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل عليك. الله اكبر. الله اكبر. بسم الله ما شاء الله. المال والحلاوه يا جماعه زي ما انتم شايفين المال بياكل. اللهم صل عليك يا نبي. مال صلاة النبي عليها. الله أكبر. اللي يشوف المال ده يذكر الله ويقول لا إله إلا الله. أذكر الله لا إله إلا الله وقول لا إله إلا الله. ربنا يبعد عنك وعننا البلاء. الله أكبر. آخر واحدة معاه ولا معاك حد؟ الله يبارك لك ويصلح حالك. واحد الله يقول لا إله إلا الله. حلو مفيش بعد كده. آخر واحدة يا جماعة وصلاة النبي عليها بسم الله ما شاء الله. اللهم صل عليك يا نبي. الله أكبر. الله وكيل عاملة كام يا صاحبي؟ بمرد الله ده عرضه ببلاش النهارده. اللهم صل عليك يا كام ب 30 و700 من عند الله ان شاء الله. يعني 30 و700 ان شاء الله. عايز لها 33000 يا حاج. عايز ان شاء الله. على عرق ولا ليه ولا حاج؟ احنا حرام مفيش حرام. يعني هي كده 30 وكام؟ 30 و700 30 و700 تمن الاصل عند الله. الله يبارك لك وعرق على الله. 30 و700 يا جماعه بسم الله ما شاء الله. ربنا يصلح حال الجميع يا رب. اللهم امين. صباح الفل. هي ب 30 و700 ثمنها الاساسي وعايز عرقها الراي. اللهم صل عليه كنف. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل عليه كنف. الله اكبر. ادينا الرقم يا صاحبي يعني ان شاء الله موجود عندك عجميات تحت العشر. الله على طول. الله يبارك لك. كام الرقم يا صاحبي؟ 0100 27 33 23 9. اي حد يتواصل معاك بالله عليك تواصل معاه وسيب على الله. الله يبارك لك ويصلح حالك وحال الجميع يا رب. اللهم امين. صباحك ابيض ان شاء الله. اللهم صل عليك يا نبي. حبيبي والله ينزل يا غالي. بسم الله ما شاء الله. الله عمرك قد ايه يا صاحبي النتاج؟ مين يا كبير؟ ده ايه؟ والله ما انا عارف. انت مش عارف عمرك قد ايه؟ عمرك قد ايه كده يا صاحبي؟ عمرك قد ايه انا عارف. برضه محدش عارف. كاتب تاريخ الميلاد بتاعها؟ نقوله مثلا بتزاني. 4 شهور. لا يا اخي بنتي 8 شهور. 6 شهور. 8 شهور. عامله كام الله وكيل؟ دي 27,500. 27,500. الله يبارك لكم ويصلح حالكم. الله يكون اشتراك لقناه المواشي عشان يوصلكم الاسعار يوم بيوم. اشكركم على حسن المتابعه داخل مصر وخارج مصر. انسبكم في رعايه الله وامنه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.